أعلنت وزارة التجارة زيادة دفعات توزيع مواد الزيت والسكر والطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية لتصبح 8 دفعات للسكر والزيت بدلاً من 16 دفعات للطحين بدلاً من 8. الوزير وجه بتوزيع مادة الطحين إلى جميع العوائل المشمولة بنظام الرعاية الاجتماعية على امتداد العام وبشكل منتظم، واعتماد المنتج الوطني في تعاقدات الوزارة للمفردات الغذائية للعام الحالي وتقليص الاستيراد من المناشئ الأجنبية.